وصلنا لفقرتنا الثانية، واليوم في أساليب وطرق عديدة للتعليم، وصرنا قادرين نوصل المعلومة بأكثر من طريقة نبسطها ونفهمها للطلاب. واليوم رح نحكي عن أسلوب هو التدريس أو التعليم الفعال، يلي هو عبارة عن نشاط ذاتي ومشاركة إيجابية للمتعلم بعملية التعليم، والطالب بيكون أكثر تفاعل في تلقي المعلومة. رح نعرف أكثر اليوم هل التعليم الفعال قادر يناسب كل المراحل الدراسية، وشو هو الفرق بينه وبين الطريقة التقليدية يا رشا؟ أكيد يا هادي، اليوم قبل ما نتعرف هل هو عم يكون أفضل من التعليم التقليدي، خلينا نعرف شو يعني التعليم الفعال. اليوم في ضغط على الطالب بالمنهاج، إن كان على الطالب، إن كان على الكادر التدريسي، إن كان حتى على الأهل. اليوم الطرق والوسائل المفروض تكون مختلفة، أكثر ليونة، أكثر يسر، كرمال توصل المعلومة للطالب بشكل أسهل وتتوثق بذاكرته. رح نحكي عن دور المعلم وعن دور تعزيز الأهل للطالب بثقته بنفسه، وأهم الطرق التعليم الفعال ضمن فقرتنا لليوم. وضيوفنا لليوم هي السيدة هدية أحمد الرفاعي، وحضرتها معلمة وباحثة تربوية، وأيضا مرافقتنا اليوم طفلة جميلة اسمها تالا خليل، وهي موهبة بإلقاء الشعر. صباح الخير يا تالا. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صباح الخير ست هديدي. يسعد صباحكم. كيفكم؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيكم. بداية خلينا نبدأ مع حضرتك أستاذة هدية، يمكن هيك حاولنا نعطي تعريف مبسط عن التعليم الفعال، واختلفت التعريفات اليوم عن هذا الموضوع، لكن حابين نعرف منك أكثر شو هو التعليم الفعال؟ التعليم الفعال هو نمط أو أسلوب من أساليب التدريس الحديث الذي يعتمد على التركيز على المتعلم وجعله محور العملية التعليمية، يعني هو مشارك ومتفاعل ومندمج في البيئة الصفية مع أقرانه ومعلم مع المعلم، وأيضا خارج البيئة الصفية مع المجتمع المحيط أيضا، فهو قادر على التواصل بشكل فعال. طيب تالا، قبل ما نرجع لعندك ست هدية، خلينا هيك نروح شوي لعند تالا، خلينا نعرف قد ايه عمرك يا تالا. انا عمري 12 سنة. يا سلام، انتوا شوفوا يعني ثقتها بجوابها. يعني شو بدنا اليوم قد ايه لك بمجال الشعر والالقاء وهي القصة؟ من الصف الاول وحتى الان، انا انه كثير بحب الشعر وبدات من نمي موهبتي وحتى الان. لمين بتقولي شعر؟ يعني انا احب الشاعر عمر الفرة كثير. يا سلام، ومجهزة لكم قصيدة. يعني خلينا فورا نطلع لعمر الفرة اليوم، نقول الله يرحمه اليوم ذكراه، يعني هي ارث للاجيال، والدليل اليوم هي تالا انه حافظه من اشعار عمر الفرة. تفضلي. الزمن مر وصعب، ومن مرارته نحتاج بين آن وآخر لرشفة حب تدفعنا للمقاومة من أجل الحياة، وشيء من حلاوتها يصبرنا على مرارة العيش في هذا الزمان الصعب. حديث الهيل، تعالوا تعالوا لي أحدثكم حديث الهيل للدلة، حديث العين للكحلة، وحديث المية للنسمة، وحديث الشفة للبسمة، حديث الدور للصفصاف. تعالوا لي أنا منكم، قرايبنا قرايبكم، عدوي هو عدو لكم، فرحنا من مباهجكم، حزننا من مصايبكم، دواع جرح بمراهمكم. تعالوا لي أحدثكم حديث القبرة للريح، حديث الحمرة للشيح. أنا وقلبي تعاهدنا من خلقنا، تعاهدنا محينا كل حواجزنا، متى رادوا حبايبنا، متى حسوا بغربتنا، يضيفونا بلا تصريح، يونسونا ونحدثهم حديث الغيمة من تنزل على خدود الزهر تجريح. تعالوا نزين النخلة على دجلة بورد جوري تخدر من صبا بردة، تعالوا نعشي بالصحراء بألف زهرة وألف فكرة، تعالوا نزرع البستان طيصير راعي، طيصير راعي لو غنى بنجد يطرب غنم مهران، تعالوا نعتلي موجة على اسم الله مراسيها، ونشوف الدنيا وشبيها نسايلها وتجاوبنا، ونقرأ كل معانيها، ونفتش عن دفاترنا، ونفتش عن أوابدنا، ونفتش عن حضارة من بني العباس نسيتنا ونسيناها. غلبني يا حبايبنا غلبني الشوق، غلبني والهجر مرمر نهر عمري، لو المرمر أحبكم أحبكم ما طلع بيدي لو إنها لحظة تصبر، أحبكم والهوى عمر ألف سد ولا معبر، تظل الروح عن حبكم وريدك يا قلب أكبر، تسع شوقي تسع حبي تسع ريحة حبايبنا، سوالفهم نسيم الليل خالط ريحه العنبر، هواكم يا حبايبنا
وشلبيدي على جيدي على صدري على عمري على نسمة صبح تغري ضفيرة حلوة تتمشى على العاصي تعالوا يا حبايبنا تعالوا لا تخلوني أعيش بوحشة الصحراء أتوه بوحشة الصحراء أموت بوحشة الصحراء يطاردني ألف ثعبان تعالوا يا حبايبنا تعالوا من تجي يمي أحس أني صرت إنسان للشاعر عمر الفرع يا سلام برافو عليك يا تالا يعني بدك سقفة ما شاء الله عليك وسلامة قلبك وإن شاء الله هاي الدعوة اللي عم تقوليها هيك توصل لكل الناس برافو عليك يا تالا اكيد رح نرجع لعندك ونعرف اكثر عن موهبتك بالالقاء ولكن رح نرجع عند حضرتك استاذه هديه اليوم تالا من طالباتك اكيد هي ضمن قاعتي التعليميه مبادره لاجلهم يدا بيد باشراف المرشده التربويه استاذه روضه ابراهيم كمان ضمن مبادرتي تميز بمواهبك وتفرد بابداعك وهذا العمل جزء من خلينا نحكي لك عن دوركم اليوم كمعلمين بتطوير قدرات ومعارف يمكن الطلاب وعم نحكي عن تالا كمان طبعا يعني المعلم هو محور أساسي في عملية التعليم يجب أن ينصب جهوده كاملة تنصب جهوده على معرفة قدرات واستعدادات وميول وحاجات التلاميذ إذا هو المتعلم يجب أن يكون محور لكل عملية تعليم يجب أن يساهم عن طريق قدراته وإمكاناته هلا المعلم هو شو الدور الأبرز له إنه يكون ميسر لهذا الدافع لتحفيز الطالب يركز على تركيز جهوده واستثمار معارف الطالب في الوصول إلى مراحل الإبداع وأيضا تطوير إمكاناته لخلق من خلال خلق بيئة صفية تتوفر فيها أفضل وسائل تعليمية وأفضل أساليب متنوعة في التدريس طيب ذكرتي اليوم ست هدية أنه اليوم مفروض يكون في خلق بيئة صفية مناسبة للطفل اليوم كل طفل مبدع اليوم يعني أي طفل بتجيبيه بتلاقي عنده موهبة رسم غناء عزف اللي هو يعني ما في حدا مستثنى اليوم من ناحية الإبداع بحياته ولكن بحاجة لاستثمار واستكشاف من أي شخص اليوم شو هي البيئة الصفية المناسبة يعني اللي ذكرتيها حضرتك يعني شو تتوفر فيها كل طفل أنا بدي نوه لشغلة مهمة إنه كل طفل كل طالب كل تلميذ لديه ذكاء خارق لكن المعلم الناجح هو الذي يستطيع أن يكتشف أو يطور ويدعم. أو يدعم الطفل بحاجة لدعم نفسي بحاجة لدعم كلنا معنوي لحتى لحتى يقدر يوصل يطور من سواء يعني أحيانا الطالب يكون عنده ذكاء في مادة واحدة أحيانا في طلاب عندهم ذكاءات متعددة بكل المواد صحيح. الدراسية فهون البيئة الصفية المعلم يجب أن يكون ذو صدر رحب يتعامل مع جميع التلاميذ على يعني بنفس التعامل بناء على تعامل حضاري يعني. على سوية واحدة بناء نعم. على تعامل حضاري وراقي وأيضا يستمع إلى آرائهم وينصت إلى مشاكلهم ودائما يشارك جميع التلاميذ يهتم بجميع يبدي اهتماما واسعا بكل التلاميذ دائما على متابع لكل مرحلة لكل خطوة لكل أداء لكل إنجاز يقوم به الطالب فهون يعني لا يوجد طالب ليس لديه ذكاء أكيد مشكورة جهودكم وتعبكم اليوم مع هدول الأطفال نرجع لعندك يا تالا حتى وصلتي لهي المرحلة من الإبداع بالإلقاء وأنت بعمر كتير صغير كيف تدربتي لحتى وصلتي لهي الدرجة مين يلي دربك مين الأساتذة يلي دربوكي كرمال يمكن الأطفال يلي بعمرك هنن يستفادوا أكثر خبرينا هلا يلي دعمني هي ماما وبابا والآن سهدية كمان من أجل مبادرتها تفرد بإبداعك وتميز بمواهبك حلو وقعت السمكة خلينا نجيبها شوي بس نحكي عنها كمان هلا انا عم اشر له للمصور انه انا ناخذها عم توعد هاد شغل مين؟ هذا الشغل مع تصميمه بمشاركة تلميذ من اصلا ظبط لها الحشفة تبعها كمان تطلع صح على الكاميرا ما نرجع انه شغلك ضمن مبادرة تميز بمواهبك وتفرد بإبداعك طبعا هي مبادرة وطنية تربوية الكترونية شارك معي الطفل التلميذ عبدو خليل في تصميمها وإنجازها طيب إذا بدنا نحكي اليوم التعليم الفعال شو بيفرق عن التعليم العادي والتقليدي ولما نقول نحن تعليم فعال هل نحن عم نحكي عن شيء له علاقة اليوم بالتعليم الإلكتروني والسوشيال ميديا خبرينا أكثر طبعا هلأ التعليم العادي هو
التعليم الفعال هو انتقال الطالب من دور المتلقن السلبي إلى دور المتفاعل الإيجابي المشارك، يعني في عملية التعليم المتشابكة بين المعلم وأقرانه والطالب والمحيط المدرسي. أما التعليم العادي أو التقليدي فينا نقول هو الأهداف، يعني أحياناً أهداف الدرس تكون محددة، أما هنا بالتعليم الفعال تدريس الفعال الطالب هو المشارك في التخطيط للأهداف، هو المشارك في عملية صنع الوسائل التعليمية، مشارك في توصيل المعلومات لزملائه، طبعاً عن طريق تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات في التعلم. فينا نعتمد أيضا على توظيف التعليم الإلكتروني أو التكنولوجيا في الغرفة الصفية، طبعا يعني هاي الاستراتيجيات بتؤدي لأعمال العقل وسرعة إنجاز الإنجاز والأداء الصحيح، الأداء الأفضل عن طريق التفكير السليم. أيضا بتساهم في تعطي جذب عنصر، تضيف عنصر الجذب والتشويق وشد الانتباه وزيادة التركيز عند الطالب. أكيد وقت اليوم تكسري حاجز النمطية مو بس عند الطلاب، طبعا. بأي شيء عمل إن كان تدريسي إن كان إبداعي بتحسي بلش الطفل يعطي أكثر، يبدع أكثر، طبعا. اليوم نحن بحاجة خاصة ضمن هذا الوقت لكسر هي النمطية. درجة لعندك تالا، حافظة شيء تاني بتحبي تسمعينا شيء تاني؟ حافظة عن اللغة العربية. هات يلا نشوف. أنا لا أكتب حتى أشتهر، لا ولا أكتب كي أرقى القمر، أنا لا أكتب إلا لغة في فؤادي سكنت منذ الصغر، لغة الضاد وما أجملها، سأغنيها إلى أن أندثر، سوف أسري في رباها عاشقا، أنحت الصخرة وحرفي يزدهر، لا أبالي بالذي يجرحني، بل أرى في خدشه فكرا نضر، أتحدى كل من يمنعني، إنه صاحب ذوق معتكر، أنا جندي وسيفي قلمي، وحروف الضاد فيها تستقر، سيخوض الحرب حبر قلمي، لا يهاب الموت لا يخشى الخطر، في اتقاء العلم لا أستحي، أستجد الفكر من كل البشر، أنا كالطير أغني ألمي، وقصيدي عازف لحن الوتر. برافو عليك يا تالا. استاذه هديه، يعني عم تلقي الشعر اليوم تالا، ولا ما بدنا نقول شعر، يعني يمكن لازم تكون هي اكيد متمكنه من اللغه العربيه، من اللفظ، من الحروف، طبعا. طب اليوم بعمر صغير هي كيف قادره اليوم تتقن هي الاشياء، ودوركم اليوم كمعلمين او من خلال التعليم الفعال، هل نحن قادرين اليوم نساعد الطفل انه يتمكن اكثر باللغه العربيه؟ طبعا، من خلال نحن بنقدر نكتشف الطفل من اول ما نشوف عنده قدرات، يعني اي قدره على الاكتشاف، اي قدره على ابتكار الطفل نحن فينا نستثمرها ونطورها وندعمها بشكل دائم، يعني دائما متابعين لكل نشاط، طبعا. دائما عم نعطي الطفل واجبات، يعني وندعمه، يعني نجيب له مثلا امثله من الواقع، يعني طيب اليوم النشاطات اختيار انشطته دائما تحاكي الواقع، دائما تلامس الشيء العملي يلي بيعيشه مع زملائه، نحن لازم نقدم له كل الرعايه والاهتمام، يعني دائما هو بالغرفه الصفيه لازم يكون تحدث المعلم مع طلابه اللغة العربية الفصحى لحتى يتمكن الطفل. هلا احيانا دائما نحن بنشجع الاهل على يعني التواصل مستمر مع يعني التعاون مع المعلم التدريسي، من خلال يعني ارتياد المكتبات العامه، ارتياد المراكز الثقافيه، المناظرات، المسارح، هذا الشيء بيخلي الطفل يكسب ثروه لغويه وفكريه تساعده على تطوير ادائه، ممكن سواء كان بكتابه القصص ام بالقاء الشعر ام بكتابه قصائد. في عندنا اطفال كثير متميزين بهذا المجال. صحيح، النقطة الذكية جدا مهمة وهي قراءة الكتب أو القصص باللغة العربية مع التشكيل الصح، يعني اليوم قد ايه بيعمل هذا إرث لغوي عند أو مخزون لغوي خلينا نقول عند الطفل، وبيعرفوا على ثقافات أخرى. اليوم أنتم تشاركية ثلاثية ما بين الطفل والكادر التدريسي والمعلم، بدنا لكم يعطيكم ألف عافية لكل شيء عم تشتغلوا عليه ولكل شيء عم تقدموه اليوم، هيك رسالتكم إنسانية تعليمية وتربوية أكيد. شكرا كثير لحضوركم لليوم. شكرا جزيلا لكم. تعالى بتحبي تقولي شيء قبل ما نقول لك انا بودعك. بحب اشكر الانسه هديه ولكل حدا دعمني وبحبكم كثير.
أكيد، ونحن بنشكركم كثير ولوجودكم معنا. يعطيك ألف عافية أستاذة هدية، وكل التوفيق أكيد والنجاح لك يا تالا. أهلا وسهلا فيكم. شكرا جزيلا لكم. وأنا حابة أشكر سيد مدير تربية ريف دمشق دكتور عبد الحليم. أكيد. أهلا وسهلا فيكي، وشكرا أكيد لكل الكوادر التعليمية. دائما نحن نشبه التربية بخلية النحل يلي دائما نضل عم تشتغل على مدار السينما في راحة. شكرا لك ولحضوركم اليوم، وبنتمنى لك مستقبل جميل مثل هذا الوجه الحلو. شكرا لك. أهلا وسهلا حبيبي.